واش العشان اول حاجه بغيت نبدا بها شكرا بزاف 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 لكاع الناس اللي كيديروا لي جيم في الفيديوهات اللي كانوا حنا في لاشين يوتيوب ديالي. شكرا لكم بزاف, شكرا لكاع الناس اللي كيسبورتوني, شكرا للناس اللي كيديروا كومونتيرات, راني كنشوف كاع الكومونتيرات ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف, والصراحه كتشجعوني وكتسبورتوني وهكا كنتحمس باش نزيد نعطيك اكثر. واخا تبارني صايم كنحاول نسجل لكم هذا الفيديو اللي بغيتوه ديال كيفاش تعرف الاحتياج اليومي ديالك ديال الجسم ديالك ديال السعرات الحراريه اللي تحتاجهم في اليوم. المهم الفيديو ديال هذا النهار كما كتشوفوا غيكون كيفاش تعرف الاحتياج اليومي ديال الجسم ديالك ديال السعرات الحراريه. فهاد القضيه كاين جوج طرق, كاين طريقه بروفيسيونيل كاين الطريقه العاديه. هذا الفيديو هذا بالنسبه للناس المبتدئين اللي سولوني غنوريكم الطريقه اللي سهله والعاديه. الطريقه اللي سهله هي تحسب, ممكن لك تستعمل واحد السيت ويب, واول حاجه قبل ما تعرف الاحتياج اليومي ديالك ديال السعرات الحراريه اللي في النهار خصك اول حاجه دير الهدف. الهدف ديالك هي يعني مثلا انت واش باغي تطيح ولا باغي تزيد في الميزان. هذا هو الهدف الاول باش اللي خصك تعرف لحقاش باش تعرف الاحتياج اليومي ديال السعرات الحراريه ديالك. مثلا نعطيو غير مثال, نقولوا مثلا في النهار غادي تحتاج 2000 سعره حراريه. الا كان الهدف ديالك تطيح من الوزن الوغ خصك هذاك 2000 سعره حراريه هذاك المعدل نورمال, الوغ خصك مثلا تاكل 1700 سعره, تهبط عليها 300 سعره حراريه مثلا تاكل 1700 الا بغيتي تطيح من الميزان. كنت باغي تزيد في لاماس مثلا عندك الافيراج المعدل نورمال ديال الجسم ديالك اللي كيحتاجو, يعني هذا الجسم ديالك عادي اللي خصو اللي يحتاجو 2000 سعره حراريه. كنت باغي تطلع لاماس تاكل 2400 سعره حراريه. هذا غير مثال. المهم دابا كيفاش تعرفوا الاحتياج ديال الجسم ديالكم اليومي؟ غنمشيو لواحد السيت ويب هو اللي كيحسب لكم الاحتياج اليومي للسعرات الحراريه. اول حاجه غادي ديروا غادي تفتحوا السيت www.freedieting.com, غادي تدخلوا غادي تهبطوا لتحت ديال في المكتوبه كالكيلاتور, غادي تدخلوا الدايلي كالوري نيد, يعني داكشي اللي غادي تحتاجوه في النهار ديال اللي غيحتاجوا الجسم ديالك في النهار ديال لي كالوري. غتعطيكم هاد الصفحه هادي كالوري كالكيلاتور دايلي كالوري نيد. في الخانه الاولى كاينه الايج, مثلا انا في عمري مثلا 29 عام غنكتب 29, كل واحد يكتب العمر ديالو هنايا. مثلا جينر فيمال او مال, الا كنتي بنت غادي ديري فيمال, كنتي راجل غادي مال. غتجي هنايا الويت, يعني الوزن ديالك واش بالباوند ولا بالكيلو. غالبا حنا كنا بالكيلو, باوند اغلبية الناس ديال الميريكان هما اللي كيحسبو بالباوند. غتبرك على كيلوغرام, غتجي هنا مثلا انا في 67 كيلوغرام غنبرك على 67. غتجي هنا الهيت وهو الطول ديالك, يعني شحال فيك ديال الطول. كاين السنتيمتر وكاين الفيت, حنايا العام كنمشيو على حساب السنتيمتر. غتبرك على السنتيمتر, هاي ديجا مكتوبة. غدير مثلا فيك مثلا انا في 173, انا كنكتب لي زانفورماسيون ديالي, انت خصك تكتب لي زانفورماسيون ديالك نتايا ولا نتيا. 173 سنتيمتر. وغتجي لهنا اكزرسايز ليفل غادي تختار, هذه مهمه حتى هي. يعني انت داك الورك اوت اللي كدير مثلا واش كدير 3 ايام في السيمانه ولا 4 ايام في السيمانه ولا 5 ايام في السيمانه, 5 تايمز بير ويك ولا 4 تايمز بير ويك ولا دايلي يعني يوميا, يعني هنا كتعزل. الا كنت مبتدئ غادي 3 ايام في السيمانه, ادفانس شويه 4 ايام في السيمانه حسب الورك اوت ديالك. مثلا نقول انا مبتدئ عندي 3 ايام في السيمانه, انا كليكيت 3 تايمز بير ويك. غتجي لهنايا غتبرك على كالكيلايت, يعني غادي تحسب لك الاحتياج ديالك. ها هما هنا يعطوني ثلاثه الخانات, الاحتياج ديالك انت اليومي لي نورمالمون ديال الجسم ديالك اللي خصو يدخلو اللي باش تبقى في الميزان ديالك, يعني ما تزيد ما تنقص. هي هذه ديالي انا, هاي الاولى, هاي 2215 كالوري. هذه اللي تحت منها كتبين لك هذه زعما الا بغيتي تطيح من الميزان خصك تدخلي 1772 كالوري. هذه الا بغيتي دير دايت واش نتيني, يعني تمشي بنظام غذائي تطيح, يعني تطيح الويت بسرعه, الا بغيتي تنقص الميزان بسرعه كثيره. نتايا مثلا حنا نهضروا على الاولى, حنا الهدف ديالنا هو هذا. دابا انا الاحتياج اليومي ديالي هو هذا 2215 سعره حراريه. الوغ هنا غادي نشوف الهدف ديالي شنو هو. الهدف ديالي الا كان نزيد في الميزان مثلا, انا عاطيني هنا 2000
215 غناكل مثلا 2000، نزيد عليها 400 غناكل 2615 كالوري. بعد اذا كان الهدف ديالي نزيد في لاماس، كان الهدف ديالي نقص نقص ماشي نزيد في لاماس نطيح الوزن كما قلت لكم، ها هو ديجا معاطي لكم. ممكن مشاو الخوت، كان هذا هو الفيديو ديال النهار، كان هذا هو الفيديو ديال كيفاش تعرف الاحتياج اليومي ديالكم للسعرات الحراريه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش لايك 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 الى عجبكم الفيديو، وشكرا بزاف اخوت، وبيس.